نحن اليوم على الأرض لنرسم جداريات مع شباب وصبايا من المنطقة لحتى ننشر الوعي أكثر على الخط الساخن اللي أنشأته بلدية برج حمود وتساعد العالم يقدروا يستعملوا هالخط الساخن ليحصلوا على مساعدات. كل شيء بيتعلق بكوفيد 19، المباني اللي تضررت جراء انفجار مرفق بيروت بأربعة آب، وكمان كل الأشخاص اللي بحاجة لمساعدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البلدية اللي هي رح تحول كل هالاتصالات اللي رح تجي من سكان المنطقة من مختلف الجنسيات للجمعيات اللي بتأمن هيدي المساعدات. مشروع منفذ من الـ UNDP والـ UN Habitat وممول من الاتحاد الأوروبي. أنا حبيت شارك معكم كرميل لحتى العالم يعرفوا الأرقام اللي موجود على خط الساخن لحتى يتشجعوا يتواصلوا مع البلدية ومع الجمعية لحتى نقدر نحن كمان تساعدونا بنفس الوقت، يعني بس مش أكثر وأقل. الفكرة هي بحد ذاتها حلوة وليتعرفوا العالم على الخط وليستفيدوا أكثر من الجمعيات ومن أرقام البلديات الموجودة، وهي بحد ذاتها يعني ملفتة للنظر. اللوحة إجباري حينتبه إنه في رقم. الجرافيتي عنده ستوبينج باور، يعني عنده قوة يوقف الشخص إذا مارق حد الحيط، بوقفه وبيجذبه لأنه في ألوان فاقعة، أحرف سميكة، وبيأثر إنه يوصل الرسالة بطريقة أقوى.